أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح النكاح من بنات اللقطة أي بنات الزنا؟ إذا كن صالحات مش المانع، إذا كن صالحات فلا مانع، ولكن الأولى أن الإنسان يتجنب، ربما يتعدى إليها شيء من أخلاق أمها أو أمهاتها، ربما يكون هناك وراثة يتجنبها. أما الصحة فهو يصح، إذا كانت صالحة فهو يصح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.